واحد بيقول كيف استطيع ان اقتني الدموع في صلاتي. انا الفت لكم كتاب اسمه الدموع في الحياة الروحية، يا ريت تقراه. ثانيا، المسألة مش مسألة اصطناع دموع، الدموع بتنتج عن حالة القلب من جوه، الشعور بالتوبة، الشعور بالانسحاق، المذلة امام الله، يعني ليها عوامل روحية مش مجرد ضغط على العينين وتعصرها كده بالعافية عشان تنزل دم على مسألة مكيش كده. لازم تكون هناك مشاعر في القلب تخلي الواحد تجيله الدموع في صلاته. اقرأ الكتاب.